متابعينا الكرام عشاق هذه الرياضة، نتواصل في هذا التواصل ومع الشوط الخامس مخصصة للإبكار محليات الأصايل من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع هذه الأمسية التراثية هنا لهذه الشعارات والثمانية كيلو مترات هي المسافة المقررة لهذا السن. هناك الصدارة والمقدمة والمركز الأول صوغة المملوكة لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بسم المنصوري في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا، بينما هناك أفضل توقيت زمني عبر سيدة القنوات الشاهينية المملوكة لهجن الرئاسة وهناك المستحيل في عملية تضمير والتدريب 12 دقيقة 44 ثانية 3 أجزاء من الثانية التوقيت. هناك أعزائي المشاهدين الأجمل والتوقيت راجد ومن ما حركناه حتى هذه اللحظات مع هذا الشعار، الشعار الأحمر هنا الذي دائما حاضر ودائما هنا يقدم العروضات الجميلة. شكرا هناك لأبو ذياب على هذا التواجد الجميل، انطلق هناك دائما مع المركز الثاني في هذه اللحظات. التسللات من المراكز الخلفية، يا سلام يا سلام يا سلام، هناك التحدي في هذه اللحظات من البويضة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيار هذا الشعار، بينما هناك الصدارة ما زالت الصدارة والمقدمة والمركز الأول مع شعار هجن الرئاسة مع المستحيل هنا مع المقدمة مع هكذا العروضات الجميلة. الله الله، سلام رياسي سلام على هذا الحضور الجميل على هذا الحضور الميمون. هكذا صوغة هنا ما زالت على صدارة هذا الشوط، ما زالت على صدارة هذا الشوط بدون أي تعليمات تطلق هنا على صدارة هذا الشوط مع الكيلو الأخير الكيلو الخطير هنا. الله الله الله، الصدارة والمقدمة الصدارة والمقدمة هناك صوغة المملوكة لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري هناك من يتواجد مع صدارة هذا الشوط، يتواجد مع المقدمة من تقدم هذه العروضات الجميلة هنا. خط النهاية بين، خط النهاية بين، وما بينت إلا صوغة، ما بين إلا هذا الشعار. سلام رياسي سلام يا المستحيل، سلام سلام يا المستحيل هنا على هذا التواجد الجميل والمميز دائما دائما من هذا الشعار من تقدم العروضات الجميلة تقدم الأصالة هنا في هذا الميدان وفي جميع الميادين. تهانينا 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 من هذه اللحظات أزفها على ظهر صوغة لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بسم المنصوري هنا 400 متر جولة الأوامر هنا. شوفوا العروضات الجميلة هنا والمميزة دائما من هذا الشعار من هذا الشعار شعار هجن الرئاسة. تهانينا والناموس تهانينا لهجن الرئاسة هنا على هذه النقطة للمرة الخامسة على التوالي هنا والمرة الرابعة للمستحيل. سلام يا المستحيل سلام سلام يا أبو محمد على هذا أيضا الحضور الجميل والسلام هنا لهجن الرئاسة على فوز صوغة لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وأيضا هناك راشد بن محمد بسم المنصوري المركز الثاني كان من نصيبه هيام لسمو الشيخ ذياب بن محمد زايد المهيار ومحفوظ بن خميس الجنيبي أيضا هناك. والتوقيت الأفضل في هذا الشوط توقيت صوغة المملوكة لهجن الرئاسة، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات من تأتي هناك نداء المملوكة لهجن الرئاسة صالح بن سعيد البري في عملية تضمير، بينما المركز الرابع ورابع المراكز هناك لحظات الوصول والعبور هناك من بويضة لسمو الشيخ خالد بن سلطان زايد الهيال أحمد بن خلفان السايق المزروعي في عملية تضمير، بينما هناك المركز الخامس في هذه اللحظات هناك وصفة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة. عودة مع التوقيت الزمني، عودة مع لحظات الوصول والعبور من صوغة المملوكة لهجن الرئاسة. هناك التوقيت الأفضل في هذا الشوط، الشوط الخامس مخصص للإبكار محليات الأصايل لحظات الوصول والعبور والإعادة هناك من المخرج الهواري. شكرا على هذه اللقطات الجميلة، هكذا لحظات الوصول والتحديات هناك أيضا مع أفضل توقيت زمني. تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا للمستحيل أيضا على هذا التوقيت الجميل والمميز لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والناموس هكذا أيضا 12 دقيقة بلا شك.
34 8 اجزاء من الثانيه، 12 دقيقه 34 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لهيكل الرئاسه، وتهانينا هناك ايضا للمستحيل بينما المركز الثاني. لحظات الوصول العبور من ثاني المراكز. هيام هناك لسمو الشيخ ذياب بن محمد زايد عن هيان محفوظ من خميس الجنيبي، 12 دقيقة 45 أربع أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث لحظات هناك نداء لهجن الرئاسة وصالح بسعيد المري، لحظات الوصول مع التوقيت الزمني المصاحب هنا لهذا الشعار. عشر دقيقة 49 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.